المتفرج على نصوص الشريعة الإسلامية يجد أنها عملت بتقويم سلوك
وعليك كذلك الصبر على سوء أخلاقهم. لذلك حين نزل قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: إن مكارم الأخلاق عند الله أن تعفو عن الظلم وأن تصل من خطع وأن تعطي من حرم. ولقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكامها وعباداتها لتهذب السلوك وتقومه وتسمو بالنفس إلى أعلى درجات الرقي والتحضر وحسن التعامل مع الآخرين، وهذا كله ثمرة العبادات. ولما كان عليه الصلاة والسلام أعبد الناس وأتقاهم لله وأخشاهم له، كان أعلم الناس وألينهم قولا وأقرهم فعلا، فكان الإسلام بعباداته وأخلاقه يتأثر في سلوكه وحاله. لذلك لما سئلت أم عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان فمن أراد أن يمتثل السلوك القويم والأخلاق الرفيعة فليقرأ القرآن وليعود إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام نعم الأسوة ونعم الأمة. عباد الله، إن السلوك الحسن القويم يفتح مغاليق القلوب ويورث المحبة والود. السلوك القويم أفضل من أن تفقد وأفضل من أن تضيع. أن الإنسان إذا رأى سلوك يتمثل في المجتمع هذا خير من الفقد. ولذلك اليوم الخطب كثيرة والدروس كثيرة لكن ليس لها أثر في المجتمع. لماذا؟ لأن عنده الخطيب والعالم نفسه ما زال يشرح نفسه لم يمتثل تلك الأمور. معنى السلوك ذلك سلوك قوي معنى ما تقول فما بالك بالناس الآخرين. فأصبح كلامنا مجرد نظريات نقرأها وأصبحنا من الذين قال الله بهم يقولون ما لا يفعلون. لذلك قلنا أن السلوك الحسن القوي يفتح مغاليق القلوب ويورث المحبة والمودة ويدل على سمو الدين. راوا أيها الأحباب الكرام، راوا سمو الدين ورفعة الإيمان ليس في طول اللحيات وليس في طول القميص. إذا حبيت الإنسان تعبد على حقيقته، انظر إلى أخلاقه، انظر إلى معاملاته، خاصة بجانب الأموال وبجانب النساء وبجانب المعاملات مع النساء. هذه هي راوة البشر. مش تعرف الإنسان الحقيقي من الكاذب، خاصة كثر النظام كثر الكلام في هذا العصر. كل يدعي من التدين، فالميزان في التدين هو حسن القلوب وحسن المعاملة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن نفى الإيمان. ليس المؤمن ضد عالم ولا باع عالم ولا فاحش ولا بهيمة. يخرج من النسب ويسب ويكفر ويضرب، هذا ليس من شيء. إن السلوك الحسن يكشف على غلبة الإنسان وقربه عز وجل. ولهذا تجد الناس لا يحبون العابد المتكبر ولكن يحبون العابد المتواضع والسير الجيد الليل. وهذا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم حيث قال عن ربه عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا بغيض القلب لانفضوا من حولك. لا اطلاقا، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالامر، فاذا عزمت وتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. فهذا مصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له ربه عز وجل: لو كنت فظا مريضا لانفضوا من حولك. ما عاش بعد حد ما عاش معك لو كنت فظا. ولو نظر بعد اخبار الامور والامصار التي دخلت في الاسلام فلا عرفنا ان مقامها لم يكن بالغزو ولا بالقتال ولكن بسلوك المسلمين ومعاملاتهم. وشتات بين المسلمين الاوائل الذين مرت باخلاقهم ومعاملاتهم دولا كامله كدول جنوب شرق اسيا وبين المسلمين العصر الذين نفروا باخلاقهم السيئه وغلظتهم وشده اقوام كثيره عنهم. واعظم ذنب يمكن ان ياتي في الانسان والانبياء ان نفر الناس من دين الله. راوغوا هذه اي شده الحصر اكبر ذنب بعد قتل النفس بعد الشرك أن الإنسان يكفر واحد من دين الله عز وجل، أن يكون سبب باش يبعد واحد من دين الله عز وجل، أن يكون سبب باش واحد يهجم الجامع. يقول لك راني مشيت للجامع وفي فيه ناس تتخاص وناس تسب في بعضها وناس تكره بعضها. هذا أكبر ذنب يأتي فيه، ربما يكون الذنب أكبر من شارب الخمر من الزين. فشتان بين المسلمين الأوائل الذين فتحوا قلوبهم للناس ودخل الناس أفواجهم بين هذه المسلمين العصر هذا وشدتهم وغلظتهم حتى نفر الناس من المسلمين ومن غير المسلمين. عباد الله، نقولها ونكررها: ان ضبط السلوك مع الناس المسلمين وغيرهم من الدين
بل هو الدين تعيش. قال انس رضي الله عنه: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قال في خطبه. يعني هذا كان من الكلام الذي واضح عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه. ماذا كان يقول؟ كان يقول: لا ايمان لمن لا امانه له، لا ايمان لمن لا امانه له، ولا دين لمن لا عهد له. فكان يكررها عليه الصلاه والسلام في خطبه ليؤكد هذا المعنى في نفوس المسلمين. وفي جمال سلوكه صلى الله عليه وسلم ما روته عائشه رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا امراه، ولا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط الا ان يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين امرين الا اختار ايسره الا ان يكون اثما. فاذا كان اثما كان ابعد الناس من الاثم، وكان لا ينتقد لنفسه من شيء يؤتى اليه الا ان تنتهك اموات الله عز وجل فينتقم لله. فيا عباد الله، يا من استجبتم لربكم فصمتم وقمتم وتصدقتم، طبقوا ما امركم به ربكم وما دعاكم اليه نبيكم صلى الله عليه وسلم بسائر المعاملات. ففي جانب الكلمه، وما ادراك ما الكلمه؟ الكلمه الواحده قد رفع الانسان الى اعلى مستوى، والكلمه الواحده قد ذهب الانسان 70 خليفه في جهنم والعياذ بالله. كلمه واحده تحبط العمل. ففي جانب الكلمه امركم ربكم عز وجل بان تتخيروا من الالفاظ احسن ومن الكلمات اجملا حتى تشيع الكفر والمودة. قال تعالى: وكل عباد يقول التي احسن ان الشيطان ينزل بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. وفي جانب التعامل مع جيران والاقارب والضيوف والارحام، راوا ايها المسلمون في مصيبتنا في العصر هذا ان تركنا الامور المهمه في الدين والكلمه والمشركين، خلينا امهاتنا وكنا نضاف للطعام في الجنوات والجن، تجد بعض العرب ومسيب جيران ويغش العمل ويكذب ويصرف ويكذب، وبعد جاء ذلك شيء مفروض في كلام مفروض. فهذا من جانب هو راوح عمل معنا مضايع، ومن جانب هذا يكلم الله في شيء لا يقع ولا يقدس الوجود. فجعل الاسلام المعاملات الحسنة علامة على قوة الإيمان مقرر وقرب العمل الربي. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤمن تجارة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤمن ضيفا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصوم. وفي جانب المعاملات النبي والمعاملات المعاملات النبي جاءت دعوة الإسلام إلى التعامل الحسن من التسهيل والتيسير والأمانة والوضوح والصدق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، يتعامل مع الناس ويداينهم، فإذا رأى عسرا قال لفتيان يتجاوز عنه: لعل الله أن يتجاوز عنه. فقال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه فتجاوزوا عنه. هذا قول كلام رب العالمين مع ملائكته. وهذا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه رحمه الله كان يوسع باله في مجتهده بأن يبين للناس عقوبة بطاعته المشكلة، لأن ذلك من الدين ومن المعاملة الحسنة التي أمر بها الإسلام. فالمسلم الذي يرى جماله والنسب خمس مرات في اليوم يستحي من الله أن يمشي. والأمة التي يعيش بدأها على القيادة والتشريع أمة معرضة من انهيار السلوك كما هو حال مجتمعات المسلمين.